اتفرج معاك. يوه انا زهقت قوي يا بوده، انا كل ما اقلب على التيك توك مفيش قدامي غير لعبه تشارلي تشارلي تشارلي. هو التيك توك كله بقى مجنون بتشارلي؟ انا ما عرفت برضو كل شويه تعيد عندي تشارلي تشارلي تشارلي. بقول لك يا بوده ما تيجي نجربها؟ لا يا عم انا بخاف يا عمار. بتخافي يا عم؟ تلاقي باين عليها حلو، تعالى نجربها بس. ماشي يا مفك. لازم اروح اقول لبابا. ايه يا بنتي جايبه الهج كده ليه؟ ايه ياسمين؟ انا شوف الناس وبدي يا بابا، هما بيبحثوا على لابس ماتشول يا بابا، وغريبه قوي يا بابا بتلعب الواحد. بتلعب ايه يا ياسمين ده؟ العب عاديه يا ياسمين اللي على التليفون. لا عاديه ايه يا بابا؟ انا شفتها يا بابا معاهم بتخلي الواحد يموت. يموت؟ ايه اللعبه دي يا ياسمين؟ في لعبه تموت حد فيها يا جدعان؟ طب يا ابراهيم ما تيجي نبحث عليها يا اخويا على النت ونشوف ايه اللعبه اللي نازله جديد دي. بقول لك ايه، ما تسمعيش كلام البنت ده، شكلها كده عبيطه، عيله صغيره عبيطه، بطلي الصعبات ده. لا يا ابراهيم شوف بس، هات نبحث يا ابراهيم لا يكون غلط، ما تستهترش بالكلام ده. والله شكلكم هتجننوني دقيقه واحده، حتى النت فاصل دقيقه واحده بقى. بسرعه يا ابراهيم دقيقه واحده، افتح افتح الداتا. طب يا موش دقيقه واحده اصبري عليا، هتسمعي كلام العيله الصغيره هتجننا معاها، اصبري. اهي يا ست لعبة شارلي جاية اهي، هتفتح اهي اهي. وريني يا ابراهيم. اقري كده. يا نهار ابيض، ده بيقولوا ان اللعبة خطر قوي يا ابراهيم وغلط. ايه ده؟ اقلب كده تاني، ده كله بيتكلم عليها هو يا ابراهيم على النت. ايه ده؟ اللعبة دي خطيرة، ما ينفعش العيال الصغيرة تلعبها، ده بتوصل للموت. لا يا ابراهيم احنا لازم ننصح العيال اللي عندها جامد نعمة. ننصح ايه؟ لا تعال نقول روح لهم بسرعة بسرعة. هنبحث عليها اهو يا بودة، طريقة تحضير لعبة تشارلي. تعالي يا موسى نشوف العيال دي. بس تمام انا كده عرفت. انت يالا اللي انا سمعته من اختك ده؟ ايه الكلام اللي احنا سمعناه ده؟ سمعت ايه يا ماما؟ في ايه؟ سمعنا ان في لعبة جديدة نازلة وانتوا بتحاولوا تلعبوها، وبحثنا انا وبابا على النت لقينا ان اللعبة دي خطيرة وما ينفعش تلعبوها، بتأدي لحاجات خطيرة. هي هيخرجوا ايه؟ ولا والله هشيل التليفونات منكم وافصل النت. اوعى احسكوا عينكم توصلوا للعبة دي ولا تخشوا عليها. سمعتوا ولا لا؟ من هنا ورايح هيبقى في رقابة وفي متابعة، وهتابعكم كل يوم بالليل، ولا شيل التليفونات. لا 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 خلاص. طب سمعت يا عبد الرحمن؟ سمعت عبد الرحمن يوسف؟ احسكوا عينكم ماشي. يلا يا موسى اوعى اللعبة دي خطيرة، اوعى تلعبوها ولا تخشوا على النت ولا تبحثوا في اللعبة دي خالص. مش هقول الكلام تاني. اللعبة مالية التواصل الاجتماعي ان هي غلط جدا. هفتحها وخلاص. شاطر يا عبد الرحمن، اسمع الكلام يا يوسف. يلا. اللي ما يسمعش كلام ماما وبابا هيجرى له حاجات وحشة. اوعى. احنا خايفين عليكم. انا شفتها يا بابا، يا يوسف انا وبابا اللي هي بتموت الواحد. اوعى يا يوسف، اوعى عبد الرحمن. سمعت كلام اختك الصغيرة؟ ماشي ماشي يا حبيبي. يلا 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 يا بنت عشان انا تعبت، العيال دي تعبت اعصابي. تعمل لنا غدا ايه النهارده يا موسى؟ تعمل لنا اكل النهارده. شوفوا انتوا عايزين ايه؟ انا كنت بتعمل لنا بيتزا. حاضر يا انت هتاكلي بيتزا؟ اه. وانت يا بودة؟ هناكل شاورما. طب انت ما سالتيش الواد يوسف؟ يوسف مريح جوه شويه، انا عارفه هو بيحب ايه هعمله. طب انا عايز لحمه بترديعه. حاضر يا ابراهيم. دي واحده التليفون مش عارف بيرن ولا ايه اللي التليفون على طول صامت، شويه صامت وشويه بيرن، انا مش عارف في ايه، مش عارف مين اللي بيعمله صامت يا جدعان. العيال يا ابراهيم. استغفر الله العظيم يا رب، بشوف مين. الو. اه استاذنا. وامورنا حبيبي. ايه؟ عبد الرحمن؟ طب دقيقة واحدة اكتب في الورق. ماشي. عبد الرحمن سبت وتلات، وياسمين أربع وخميس، ويوسف زي عبد الرحمن سبت وتلات. خلاص ماشي. ماشي يا استاذنا. ماشي يا حبيبي. تمام ابلغهم انا بالمواعيد دي. خلاص ماشي. يوسف عايزه دلوقتي؟ طب ليه طيب؟ طب ماشي يا استاذنا. خلاص ماشي. يا ام مامته بتقول بيريح شويه، هصحيه فوق كده ويجي لك على طول. ماشي يا استاذ ابراهيم. ماشي يا حبيبي. والنبي يا ام يوسف شوفي لي يوسف عشان الاستاذ ابراهيم عايز دلوقتي، بيقول لك في حصه دلوقتي والمعلم ما قالناش. خلاص ماشي هروح عندها. قومي صحيه له الله يبارك لك. يلا يلا. مش عارف. وانت يا عبد الرحمن نفس مواعيد يوسف، بس يوسف عنده حصته دلوقتي. وانت يا ياسمين ما تنسيش مواعيد درسك. امتى؟ احنا قلنا امتى يا ياسمين؟ الورقه مكتوبه عندك اهي يا ياسمين، وهتعرفي مواعيدك. وانت يا عبد الرحمن كتبت لكم في الورقه. انا مش هكلم حد يا عبد الرحمن تاني.
يا اخواتي غيرولك، انا تعبت منكم. بابا وامه يفضلوا يتحكموا فيا ليه؟ وما يفضلوا يتحكموا فيا لحد امتى؟ انا لازم اجرب اللعبه دي، انا بحب اغامر واشوف الحاجه الحقيقيه، انا لازم اجربها. تشارلي تشارلي ار يو هير؟ تشارلي تشارلي ار ايه ده؟ ده اللعبه نجحت بجد؟ ايه ده؟ صوت امك اللي بتصوت دي؟ في جوه هنا؟ يا لهوي، ايه يا ام يوسف؟ الحقني يا ابراهيم، لعب اللعب يوسف.